السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في فيديو جديد في قناة طه للربح. وان شاء الله النهاردة مراجعة للمرة التانية على التوالي، مراجعة لمنصة زيرو دي اس او منصة دايمون يا شباب اللي احنا نزلناها، اللي احنا قلنا عليها دي هتكون من افضل المنصات يا شباب، منصة ربح تراكمي طلبات، يعني رصيدك بيزيد من الطلبات كل ما بيكون رصيدك زايد في الحساب. دلوقتي يا شباب هنشرح كل حاجة بالتفصيل عن المنصة، واحنا كنا سحبنا في الفيديو السابق عملنا ايداع وسحبنا راس المال مع الارباح عشان نثبت للناس ان بتسحب راس المال مع الارباح. دلوقتي باذن الله انا كنت بعد الفيديو قلت ان انا هرجع اعمل تاني المبلغ اللي انا سحبته ايداع، انا عملت عليه بالزيادة وحطيته في المنصة عشان ابدأ ان انا استثمر. ودلوقتي بإذن الله هيكون في اثبات سحب للمرة التانية من المنصة دلوقتي، بس اول حاجة هنبدأ نتعلم طريقة التسجيل في المنصة، واللي هي بتكون سهلة خالص. بس يا ريت قبل ما نبدأ الشرح طريقة التسجيل ما تنساش تعمل لايك للفيديو وكومنت، وعشان تكون فائز من الفائزين في التعليقات، بما ان تم توزيع الجوائز لسه من نصف ساعة دلوقتي في الفيديو السابق، فان شاء الله هختار من تعليقات الفيديو ده بإذن الله توزيع الفيديو القادم. دلوقتي هنتعلم طريقة التسجيل اللي بتكون سهلة خالص. طبعا هنا يا شباب بتختار كود دولتك، وهنا يا شباب لو من مصر بتحط رقم الهاتف بدون صفر، لو من اي دولة تاني بتحط الرقم عادي. دلوقتي طبعا عشان هيطلب منك هنا كود تحكم، بتعمل بترسل الكود هنا بيعمل لك كود تحقق، وبتحط رقم الهاتف كود التحقق هنا، وبعدين هنا بتعمل اسم مستخدم، وهنا بتحط الباسورد وبتاكد الباسورد. طبعا بعد ما اكدنا الباسورد طبعا هنا بيقول لك كلمه مرور السحب، بتعملها برضو هنا بتحط كلمه مرور السحب، وهنا هتلاقي كود الدعوه، لو ما لقيتوش هتلاقيه في الوصف اسفل الفيديو او في التعليق المثبت، وبعدين بنضغط على تسجيل. طريقه التسجيل سهله خالص زي ما احنا ما شرحنا. ودلوقتي انا سجل دخول الحساب الاساسي وارجع لكم تاني، ورجعنا تاني يا شباب. ودلوقتي فتحت معانا منصة زيرو دي اس، منصة ربح تراكمي يا شباب على راس المال. دلوقتي يا شباب بيديك 30 طلب على راس المال زي ما انتوا شايفين. انا زي ما كنا سحبنا الفيديو السابق كنا سحبنا مبلغ 21 دولار، 22 دولار، ووصلتنا لان بيتم خصم رسم 3% رسوم. دلوقتي يا شباب المنصة منصة ربح تراكمي، يعني كل ما بيكون رصيدك في المنصة أكبر كل ما بيديك طلب وأرباح أكتر، ليك 30 طلب في اليوم يا شباب. مع التحديث المهام يا شباب بيكون الساعة 6 بتوقيت مصر، يعني الساعة 12 صباحا بتوقيت نيويورك. دلوقتي يا شباب هنعمل طريقة عمل المهمة ازاي، ودلوقتي هنعمل سحب، وهنعمل طريق الشرح للمنصة وطريقة القواعد وكل حاجة. دلوقتي عشان تعمل المنصة، بس هنا فيه بصراحة حاجة رزلة شوية في المنصة دي، بس المنصة جيدة من ناحية كل شيء. ان المهام بتاخد، ان انت على اساس ما بتعمل المهمة بتاخد على الاقل حاجة 30 ثانية او اكتر من 30 ثانية. دلوقتي احنا نشوف مع بعض دلوقتي المهمة، طريقة عمل المهمة ازاي. بتضغط ان بيلف معاك الجوهرة دي، بتفضل تلف كده، وبعد ما بتنتهي بيظهر لك أربع طلبات. دلوقتي أول ما يظهروا الأربع طلبات يا شباب هنشوف مع بعض إزاي هنعمل المهمة. أول ما بتظهر ننتظر بس لحد ما تظهر المهمة معانا. أهو ظهرت يا شباب المهمة. دلوقتي يا شباب كله يركز، بيظهر لك أربع مهمات، أربع طلبات، كل طلب بسعر. أنت ركز على اللي هو هنا، اهي بتقول لك هيديك 77 من 10 سنت، تمام يا شباب. وهنا في اهو 67 وفي رخيص 64، انت بتختار اغلى منتج عشان يجيب لك ارباح اكتر. اول ما بتضغط عليه بيقول لك اكتمل مباشرة، بترجع بتضغط تاني بتنزل تاني تحت لسه ما اكتملش، بتأكد الطلب، لازم تأكد الطلب يا شباب. كده اتأكد معانا الطلب، انا هعمل الطلب الاخير وارجع لكم تاني. ورجعنا تاني يا شباب، واخر طلب معانا هنا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا بنختار الطلب، اهو جاب لنا طلب ب 83، بنضغط عليه وبنضغط يتأكد. دلوقتي في لازم تضغط اكد الطلب تاني، ما ترجعش الا ما تأكد الطلب لانه هيكون كده ما اتعملش. وبعد ما بتضغط اكد الطلب بتضغط على الرجوع هنا وبترجع عشان تبدأ ان انت تعمل الطلبات الجديدة.
دلوقتي انا معايا اخر طلب دلوقتي اللي هو رقم 30، هعمله وارجع لكم تاني. ورجعنا تاني يا شباب، دلوقتي بعد ما خلصنا الطلبات خلاص خالص بنضغط على الحساب عشان نشوف رصيد حسابنا قد ايه. يعني احنا دلوقتي يا شباب في يومين فقط جمعنا ارباح 6 دولار يا شباب، بس لكن هناك مكافآت على الاحالة يا شباب. ان انت احنا دلوقتي بقي رصيدنا 36 دولار، ان شاء الله هنسحب اللي هو فوق ال20 عشان نسيب ان احنا نقدر نعمل المهام. وعشان انا مش عايز اسحب بصراحة لان المنصة جيدة، بس هسحب عشان اثبات السحب كل فيديو باذن الله. كل ما احب اصور فيديو هنزل لكم اثبات سحب في كل فيديو. دلوقتي احنا رصيدنا 36 دولار، هنشرح كل حاجة. نعمل اثبات السحب الاول او نشرح القواعد بتاعت المنصة. هنا يا شباب بيقول لك الفي اي بي واحد من 20 دولار الى اللي هو الفي اي بي واحد 30 مهمة، من 20 دولار الى 100 الى 1000 دولار تقدر تعمل المهام، وربحك بيكون 0.24%. يعني بيقول لك ال20 دولار ممكن تجيب لك 1 دولار و44 سنت يا شباب في اليوم، وما اعلى طبعا لحد 1000 دولار. وبيقول لك الفي اي بي 2 بيتفتح من 101 دولار وبيجيب لك 0.25%، يعني بيجيب لك لو عامل 100 دولار بيجيب لك 75 دولار في ال30 مهمة يا شباب. وعندك الفي اي بي 3 بيقول لك من 301 دولار الى 600 دولار بيجيب لك 2.5% 2.6%، يعني 2.5 واكتر من 2.5 يعني بيجيب لك 250 دولار على ال24 مهمة يا شباب. طبعا دي شرح للمنصة لقواعد، وفي الفي اي بي اعلى شباب. وهنا طبعا لو عايز تجيب كود الدعوة بتجيب ادعو الاصدقاء، وهنا بيكون كود الدعوة الشخص ليك، وهنا كود الدعوة ده رمز ده شفرة الدعوة اللي هو الكود، وهنا بيكون رابط الدعوة. طبعا يا شباب بتستلم المكافأة بتستلمها من هنا يا شباب، من استلام المكافأة بتستلمه من سجل الدعوة. تستلم المكافأة يا شباب، انا عندي 3 خدت 3 دولار جاب لي تلقى اهو، بيجيب لك العمل ايداع، بتضغط على التلقى هنا وبتستلم المكافأة 1 دولار اللي هيشتغل تحتي. وانا يا شباب عامل مكافآت في جروب الناس اللي هتشتغل تحتية، وعامل منشور لكل شخص هيشتغل لمدة 8 ايام على المنصة ليه مني انا مبالغ شخصية. طبعا المنشور في الجروب اللي يحب يشوفه في انضم لجروب التليجرام عشان تتابع كل جديد في المنصات. طبعا دلوقتي احنا هنعمل اثبات سحب باذن الله، هنضغط على الحساب ونعمل سحب قدامكم دلوقتي ونضغط على ينسحب. طبعا يا شباب اقل ايداع في المنصة 20 دولار، عشان تعمل تعبئة الرصيد بتضغط على تعبئة الرصيد وبتاخد الرابط اللي هو هنا ده نسخ زي ما انت شايف، وبترسل المبلغ فقط على المحفظة، بترجع بتلاقيه اتضاف مباشرة على الحساب. طبعا احنا دلوقتي هنعمل سحب مع بعض، احنا معانا 36 دولار دلوقتي، انا هعمل سحب بمبلغ 16 دولار واسيب ال20 اللي هم اقدر ان انا اعمل بيهم المهام. لان دلوقتي يا شباب الحد الادنى للسحب بيكون 8 دولار يا شباب، في اي وقت تقدر تسحب، في اي وقت اكتر من مرة في اليوم تقدر تسحب للسحب، بقصد مرة واحدة في اليوم تقدر تسحب كل يوم مرة واحدة في اليوم، خصم رسوم 3% ضرائب. دلوقتي يا شباب انا هسحب 16 دولار وهنشوف مع بعض. دلوقتي هحط المبلغ واحط كلمة المرور بتاعت الدفع وارجع لكم تاني. ورجعنا تاني يا شباب بعد ما حطينا المبلغ 16 دولار بيقول لك هتخصم 3% رسوم الانسحاب. ودلوقتي هنضغط على سحب الان، بيقول لك نجح معانا الانسحاب. دلوقتي هنروح لسجل السحب وهنشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي حسابنا هنلاقيه بقي معانا 20 دولار، نقدر نعمل المهام ان شاء الله بكره. تحديث المهام بيكون الساعه 6 بتوقيت مصر. دلوقتي يا شباب هنروح على سجل السحب عشان نشوف سجل الانسحاب مع بعض. دلوقتي احنا كنا سحبنا قبل كده 22 دولار، والنهارده باذن الله هنسحب 16 دولار من المنصه. دلوقتي هنستنى اثبات السحب لما يوصل على باينانس وارجع لكم تاني. ورجعنا تاني يا شباب بعد ما اكتمل الانسحاب. زي ما انتم شايفين السحب بياخد من 5 دقايق الى 7 دقايق او 9 دقايق، ان
إن شاء الله يا شباب، ده كان السحب. دلوقتي هنروح نشوفه على المحفظة، أهو وصل منذ 6 دقائق، ونضغط عليه نشوفه. $15.52 خصم رسوم 3%، احنا سحبنا $16، خصم رسوم زي ما انتم شايفين، خصم رسوم 3%، خصموا 48 سنت، رسوم قليلة خالص زي ما انتم شايفين. وده ان شاء الله يا شباب كان اثبات السحب الثاني من المنصة. المنصة جيدة بإذن الله، وهتكمل معانا بإذن الله، تكون منصة من المنصات اللي بتقعد 5 شهور و7 شهور بإذن الله. نستغلها في البداية، المنصة لسه أول 5 أيام عمل ليها النهاردة، وزي ما انتم شايفين أنا سايب فيها التداول، وبرجع بعد الفيديو برجع أعمل المبلغ اللي أنا سحبته، عشان بس بصور برجع إن أنا أعمل مبلغ الإيداع تاني. زي ما انتم شايفين أقل حاجة عشان تعمل المهام لازم يكون معاك $20 زي ما انتم شايفين، وأرباح جيدة جدا بما إنها منصة ربح تراكمي. بالنسبة لمنصات الربح التراكمي، منصة Zero DS منصة جيدة جدا، أو دايموند منصة جيدة جدا بالنسبة للمنصات التانية. وده يا شباب كان شرح النهاردة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وكون فائز من فائزين معانا في القناة. السلام عليكم.